سبب الخلاف اللي احنا فيه ميت اختلاف، بقينا نيجي كتير قوي على بعضنا لدرجة ان بقينا في الاحساس ضعف، ملناش خلاص غير بس سيب بعضنا، مع اننا من غيرنا كنا احسن كتير، وكله كان حسدنا على الحب اللي بينا، غيرنا ليه الفكرة للأسوأ كتير، والفترة دي البعد واخد باله منا. كان عليا انا نفسي زي زمان نكمل، بس انت مش مديني فرصه نكون اللي احسن، سايبني ليه لوحدي كده فوق طاق تحمل، ومفيش مساعده حبيبي منك شيء يحس، مش فكره ان انا قلبي ده ضعيف وزال، كل الحكايه العشره ما تهونش عليا، فبلاش حبيبي البعد ده تروح تطاوع، وبلاش نجيب انا وانت لقلوبنا الاذيه. وعزفت اني اريح واعمل حبيبي عشانك اللي فرحك، هدوس على اللي فكر انه يجرحك باي كلام. من النهاردة وعزفت ساعدك عن اي خوف او جرح ليك انا بعيدك، في تعبك وهمك مش همي اللي واسمعك بحس الامان.